يعني دكتور محترم وجاي من بلاد بره يعالجنا، الشارع بتاعه يبقى كده. دكتور كرمه محمد علي باشا واداله لقب الباكوية، الشارع بتاعه يبقى الحاجات قليلة الأدب. دكتور فرنساوي هو اللي عمل كلية الطب في مصر وآخر المتمة، يبقى الشارع بتاعه منافي الأداب. دكتور واجه الطاعون في مصر وأول من طعم الأطفال ضد الجدري، وفي الآخر الشارع بتاعه يبقى للدعارة. كلود بيك، أهلا بيكم في الإكسلانس بتاع زمان. صباح شريف اللي بيشوفنا بالنهار، وبنصور بيشوفنا بالليل. انا الاكسلانس بتاع زمان، جيت احكي لكم حكايات زمان وبالمره اشوف زمانكم. هكون ممنون قوي من حضراتكم لو عملتم لايك وشير وسبسكرايب وفعلتوا جرس، او يحصل تواصل بين حضراتكم وبيني على الفيسبوك او على تويتر او على انستجرام او في اي حته. حكايه النهارده سمعتها من نيرس اوفيليا وهي بتضرب الحقنه الواوا في ايد اونكل شوكت جوز طنط قوت القلوب انطوان بارثيليمي كلوت. دكتور فرنساوي من مواليد مدينة جرينوبل في فرنسا يوم 7 نوفمبر سنة 1793. دكتور كلوت جه مصر وتعرف عليه محمد علي باشا اللي أمره بإنشاء إدارة صحية تابعة للجيش المصري عشان تعالج الجرحى والمصابين من الضباط والعساكر. وشوية شوية دكتور كلوت بقى هو رئيس أطباء الجيش، وشوية بشوية برضو محمد علي باشا ادى لقب الباكوية للدكتور كلوت وبقى اسمه كلود بيك. كلود بيك أقنع محمد علي باشا إنهم يأسسوا مدرسة للطب يعلموا فيها الطلبة الطب والأمراض وتبقى أول كلية طب في مصر وفي المنطقة. وفعلا وسنة 1827 يفتتح محمد علي باشا مدرسة الطب في أبو زعبل، وطبعا كان مديرها كلود بيك. المدرسة كان فيها 720 سرير. بعد كده نقلوا المدرسة من أبو زعبل لقصر العيني في القاهرة، واللي احنا بنقول عليه القصر العيني. وبعدها بقى في مدرسة للصيدلة ومدرسة كمان للقابلات اللي هي الستات اللي بتولد الداية يعني. وسنة 1830 ضرب الطاعون مصر، لكن كلود بيك حارب هو ومساعديه المرض ونظموا المستشفيات ووفر الدواء. وكمان كلود بيك قرر ان اطفال مصر تتطعم ضد الجدري. وفي سنة 1847 كلود بيك كان اول من استخدم البنج في مصر في عمليات جراحية خاصة بالبتر والاستئصال. وكمان كلود بيك وفر مكتبة كبيرة من الكتب والمراجع في كل التخصصات الطبية. وبعد وفاة محمد علي باشا وبعد وفاة ابن ابراهيم باشا تولى الحكم عباس حلمي حفيد محمد علي، وحصل إهمال للطب في مصر. علشان كده كلود بيك ساب مصر سنة 1849 ورجع على مارسيليا، رجع على فرنسا. لكن بعد 7 سنين وسنة 1856 رجع كلود بيك مصر من تاني بعد ما مسك الحكم سعيد باشا ابن محمد علي، وقرر انه يعيد افتتاح مدرسة الطب من تاني في افتتاح ضخم. وكبر كلود بيك وعجز وقرر سنة 1856 انه يرجع بلده فرنسا، ويموت الدكتور انطوان كلوت يوم 28 اغسطس سنة 1868 في مارسيليا. وتكريما لهذا الاسم الكبير تم اطلاق اسم كلوت على شارع في مسقط رأسه في جرينوبل وشارع هنا في مصر، شارع كلوب بيك اللي في مدار رمسيس دلوقتي. من شارع كلوب بيك زمان. في الاول سكن في شارع كلوب بيك ناس محترمة وكمان جه ناس اجانب، وشوية بشوية بقى شارع كلوب بيك ده شارع الدعارة في مصر، شارع مليان بيوت دعارة ومومسات. معلش سامحني يا عم كلوب بيك، كانت الدعارة مهنة مقننة، دي كمان كان ليها نص قانوني وكمان لها رخصة فتح محل عاهرات. الرخصة بتقول بناء على التماس العاهرة المذكورة أعلاه فتح محل العاهرات باسمها، وعلى مقتضى المادة 16 من لائحة النسوة العاهرات الصادر عنها قرار وزارة الداخلية وتصديق مجلس النظار في يونيو 1885، القاضية بأن كل من يرغب من الأوروبيين أو من أبناء العرب فتح محل العاهرات يجب عليه أخذ رخصة بذلك من الإدارة المحلية. وأيام محمد علي باشا كان في ضريبة على بيوت الدعارة
وطبعا كلنا عارفين الضريبة دي بتصب فين، دعارة بقى وبي. لكن وفي سنة 1837 ومن أجل رفع الأعباء عن كهل الغلابة والمواطنين البسطاء تم إلغاء الضريبة على الدعارة. المقريزي والجبرتي كتبوا عن انتشار الدعارة وقالوا إن الأحرار هجروا المدينة أو المنطقة عندما تحولت بؤرة بغايا، لأن الناس الشرفاء يتركونها، بالتالي أصبح الشارع مقتصرا على الحانات والفنادق المشبوهة والمقاهي. العاهرات برضو كانوا تخصصات، في عاهرات للأجانب وفي للمصريين وفي عاهرات للطلبة الصغيرين اللي هي صديقة الطلبة، وكان برضو العاهرات مسميات مختلفة حسب الدور والوظيفة، يعني المومس اللي هي بتمارس الدعارة، والبدرونات اللي هم الستات اللي بيديروا بيوت الدعارة، أما القواد فده اللي بيجيب الزباين، والبرمي اللي هو حبيب المومس نفسها، وكمان كان فيه فتوة رابط ايده بالجلد عشان يحمي العاهرات وبيوتهم. اما الشارع نفسه فكان فيه عنصر امني، الكونستابل اللي بيحمي الشارع زي عادل امام في فيلم خمسة باب. ونرجع بقى لشارع كلوبيك، في الاربعينيات طلع نائب في البرلمان اسمه سيد جلال، وحاول كذا مرة ان يلغي الدعارة خصوصا في شارع كلوبيك، لكن الحكومة رفضت الغاء الدعارة. وفي سنة 1945 لجأ سيد جلال عضو مجلس الأمة لحيلة غريبة جدا عشان يلغي بيها الدعارة في شارع كلوبيك. سيد جلال أقنع وزير الشؤون الاجتماعية وقتها إنه يجي يفتتح مدرسة في باب الشعرية بناها سيد جلال، ووافق الوزير. وعلشان الشوارع ضيقة أقنع سيد جلال الوزير إنه يركب حنطور يلف بيه المنطقة، ووافق الوزير. سيد جلال اتفق مع سواق الحنطور انه يدخل بالوزير شارع كلوبيك. سواق الحنطور استغرب، اخش بالوزير فين يا سيد بيه؟ قال له زي ما بقول لك كده، يعني ادخل بيه شارع كلوبيك؟ قال له اسمع الكلام. طيب، وفعلا دخل سواق الحنطور بالحنطور والوزير شارع كلوبيك، والحنطور ماشي بالراحه. الوزير لقى العاهرات طالعين في الشارع للزبون السقع اللي داخل الشارع بالحنطور، اكيد زبون متريش ده داخل بحنطور، ويشدوا في الوزير ويتخانقوا عليه كمان لغايه ما هدوم الوزير اتقطعت وطربوش وقع على الارض تحت رجلين العاهرات. هرب الوزير وطلع يجري بسرعه، وسيد جلال بيراقب الموقف من بعيد من بره شارع كلوبيك لغايه ما استلقى في الوزير. الوزير قال له يا سيد انا هلغي الدعاره في شارع كلوبيك يا سيد. ومن يومها شارع كلوبيك بقى شارع تجاري مليان محلات ومعارض وفنادق صغيرة للمسافرين اللي نازلين من محطة مصر. برضو طولت عليكم، أوريفار. كلوبيك شارع دعارة؟ ما هو طبعا الناس فهمت الاسم غلط، ايه كلوبيك ده؟